there is a long-term and good relationship between Taiwan and Jordan. Both of the countries are in scarce of nature resources. We suffered actually from the climate change, and we would like to share our experience with other countries. We choose Jordan because Jordan is one of the most stable countries in the region, and its people are of high level of education. In Jerash, we are having, for example, we have had some project helping the people, which is in rainwater catchment. In Azraq, there is a project of a solid waste program. بلشنا الشغل على هذا المشروع بمدينة الأزرق من سنتين. اخترنا مدينة الأزرق لأنها كانت واحدة من المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. كل فكرة المشروع تهدف إلى زيادة فرص العمل بمشروع العمل مقابل نقد. الفئة المستفيدة منه كفرص عمل سوريين وأردنيين. مشكلة النفايات كان من المشاكل اللي هي تحدي تواجه بلدية الأزرق نتيجة تزايد عدد السكان. كان التعاون مع منظمة العمل ضد الجوع بإقامة هاي الوحدة، وحدة السماد العضوي، بعد اطلاعهم على الخطة الاستراتيجية اللي قامت بها البلدية، وكان تعاون ناجح. قامت المنظمة في تدريب العاملين في هذا القطاع في البلدية، وخصوصا أنه المشروع قريبا راح يسلم للبلدية. بفيد هذا بشكل عام صناعة السماد العضوي عندنا، يعني أولا إدارة النفايات الصلبة بطريقة جيدة سواء للمجتمع المحلي أو مساعدة البلدية بتصريف هاي النفايات اللي بدنا نستخدمها للسماد العضوي. ثانيا وجود مستحضر تحسين التربة زائد تحسين المواد اللي داخل النبات. هون نستخدم لوحات الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه لعمل الخلط زائد دعبة الخزانات. قمنا بتنفيذ مشروع أنظمة تجميع مياه الأمطار بالمدارس والمراكز المجتمعية بالأردن لتلبية احتياجات المدارس والمراكز المجتمعية للمياه، وذلك بسبب أزمة اللجوء السوري، حيث صار في ضغط كتير على البنى التحتية واليوتيليتيز خاصة بالمدارس. فإحنا في مدرسة جرش الثانوية للبنات قمنا بعمل خزان تجميع مياه أمطار بسعة 75 متر مكعب لتغطية احتياجات المدرسة الأساسية، كل إشي ما عدا الشرب، بالإضافة إلى عمل نظام مياه رمادية Grey Water Reuse System لتوعية الأطفال لكيف ممكن نعيد استخدام المياه لأغراض متعددة منها الأغراض الزراعية. تم اختيار 3 مدارس في جرش، تم الاختيار بناء على الحاجة وبناء على المشاكل الموجودة في المدارس. تم اختيار مدرستين فترتين، الفترة الثانية للطلبة السوريين والأعداد كبيرة في هذه المدارس، وتواجه مشاكل بإيصال المياه من أصلاً من المصدر من سلطة المياه. كانت تعاني المدرسة من نقص شديد في المياه خاصة في فصل الصيف. طبعاً وجود البير كثير أحدث فرق شاسع بالمدرسة قبل وبعد وجود هذا البير، حيث أن مدرستنا تعاني فيها عدد كبير من طالبات المدرسة، فيها فترتين، الفترة الصباحية 550 طالبة والفترة المسائية تقريباً 230، يعني ما يقارب 900 طالبة هم بحاجة شديدة للمياه. صار كثير فرق بين يعني قبل وجود هذا البير وبعده، يعني البنات كانوا كثير يعانوا منه، ما يقدروش يدخلوا الحمام عدم المؤاخذة، ما يقدروش يغسلوا إيديهم بعد المقصف بعد الاستراحة، ما يقدروش حتى يزرعوا زريعة برا بحصص المهني. فهلأ صار لا بالعكس كثير عندهم سهولة، حضورهم كان أكثر، يعني كان فعلاً في بنات يغيبوا لأنه مش قادر يستخدم الحمام. على طول السنة لم يتم شراء أي تنك ماء إضافي بعد تنفيذ خزان المياه، والحمد لله تجربة ناجحة وإن شاء الله تتعمم على جميع مدارس المملكة.